حول ولا قوة. امسك الشنطة دي ثانية، امسك الشنطة اللي في ايدي دي، امسك بس الشنطة اتقطعت هاخدها منك ثانية. اقف جنبي بقى معلش. مفيش أي حل فيها؟ اللهم اغفر له وارحمه. آمين. اللهم عافه واعف عنه. آمين. اللهم اكرم نزله. آمين. اللهم وسع مدخله. آمين. اللهم جازه بالحسنات احسانا. آمين. السيئات عفوا وغفرانا. آمين. اللهم اغفر له وارحمه. آمين. اللهم عافه واعف عنه. آمين. اللهم اكرم نزله. آمين. وسع مدخله. آمين. جازه بالحسنات احسانا. آمين. السيئات عفوا وغفرانا. آمين. اللهم امين يا رب. يخاف على نفسه من الخاتمة
وما يؤمنني يا عائشة إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء ليقلب قلب عبد قلبه، فكان يدعو بذلك. أنت متخيل نبي الله يوسف؟ هذا الذي أودي، وهذا الذي وضع في غيابة الجب، وهذا الذي فتن، وهذا الذي تحمل العناء والسجن زورا وبهتانا في آخر حياته، هذه الحياة المليئة بالإنجازات الذي نجى الله به بلدا كاملة مصر، نجاها ربنا تبارك وتعالى بسبب يوسف. أنت عارف لما جه يموت قال إيه؟ قال ربي أوزعني أن قال يوسف عليه السلام: وألحقني بالصالحين، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. سيدنا يوسف يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كان سره إيه؟ هل لك سر عند الله؟ هو السر يا جماعة، ماذا بينك وبين الله؟ أمك، بلد اجتمعت على قلب رجل واحد بسبب هذا الرجل، بلد نظفت وأكرمت وكرمت وكأنه يوم عيد بسبب هذا الشاب. ما الذي بينه وبين الله؟ لعل بره بوالديه، لعل صدقة كان يخرجها على فقراء أو أيتام، لعلها ركعة بالليل كان يدعو الله فيها. الأنبياء يا جماعة كانوا بيخافوا من الخاتمة، كانوا بيخافوا على نفسهم من الخاتمة يا جماعة. سيدنا عمر، وكلنا بنحب سيدنا عمر، وكلنا يعرف مين سيدنا عمر، كان يفر الشيطان من ظل عمر. لما مات سيدنا عبد الله بن عباس جاي جنبه يوسيه، يقول له ايه: لقد قاتلت مع رسول الله ومات وهو عن كرار، وقفت مع رسول الله حين خذله الناس. لسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه: وقفت مع رسول الله حين خذله الناس، ومات أبو بكر وجاهدت معه ومات وهو عن تراب. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: وأختم ذلك، المغرور من غررتموه، والله لو أن لي ما عليه الشمس وما طلعت لابتديت به من هول المضلع. أيها الإخوة، نتوجه بإذن الله تبارك وتعالى لهذا الشهيد ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. كل منا يدعو في سره بإخلاص، لعل رجل منا تكون له دعوة مستجابة فيستجيب الله له. نتوجه بصدق وإخلاص وندعو إلى ميتنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه ويغفره. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا أعزائي المشاهدين، كنا معكم في تشييع جثمان الصيدلي الدكتور أحمد حاتم الشهيد الذي لقى مصرعه على يد سيدة السعودية. شكرا أعزائي المشاهدين. شكرا أعزائي المتابعين، تشرفتم من الدكتور أحمد حاتم شهيد الغربة، ربنا يرحمه ويصبر عليه. شكرا.